إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 6181 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي المصاب بالمغرب إلى 629717 حالة، بينما تم تسجيل 48 حالة وفاة ليصل بذلك الإجمالي وفاة بالمغرب إلى 9833 حالة وفاة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 4078 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعادل بالمغرب إلى 566008 حالات. فجهة الدار البيضاء استطاعت سجلات 1799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسجلت كذلك 11 حالة وفاة مقسمة كالتالي: الدار البيضاء 1421 حالة وعشرة الوفيات، الجديدة 93 حالة، نواصر 83 حالة، محمدية 81 حالة، مديونة 37 حالة، سيدي بنور 34 حالة، وسطات 22 حالة، برشيد 13 حالة وحالة وفاة واحدة، عوز 109 حالة، شيشاوة 94 حالة، صويرة 78 حالة، أسفي 41 حالة وجوج الوفيات، قنصرانة 35 حالة، الرحامنة 6 حالات، واليوسفية 6 حالات كذلك. بينما جهة الرباط سنة قنيطرة سجلات 6822 حالة وسبعة وفيات مقسمة كالتالي: الرباط 233 حالة وأربعة وفيات، صخيرة تمارة 217 حالة وحالة وفاة واحدة، سلسلة 133 حالة، قنيطرة 128 حالة، سيدي قاسم 65 حالة وجوج الوفيات، الخميس 31 حالة، وسيدي سليمان سجلات 6 9 حالات. بينما جهة سوس ماسة سجلات 778 حالة وأربعة وفيات مقسمة كالتالي: إن زبكان إيت من الأول 286 حالة، أكادير 281 حالة وحالة وفاة واحدة، تالودانت 86 حالة وحالة وفاة واحدة، الشوكة إيت بها سجلات 62 حالة، تزنيت 42 حالة وحالة وفاة واحدة، طاطا 21 حالة وحالة وفاة واحدة. بينما جهة طنجة تطوان الحسيمة 367 حالة و8 وفيات مقسمة كالتالي: تطوان 107 حالة و2 وفيات، بينما طنجة أصيلة سجلات 76 حالة و2 وفيات، المضيق سجلات 55 حالة وحالة وفاة واحدة، وزان 43 حالة، شفشاون 42 حالة، حسيمة 32 حالة، بينما العلائش 12 حالة و3 وفيات. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، نذكركم أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 6189 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي للمصاب بالمغرب إلى 629717 حالة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 4078 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافي في المغرب إلى 566008 حالات، بينما تم تسجيل 48 حالة وفاة، ليصل بذلك الإجمالي الوفاة في المغرب أو ضحايا كورونا إلى 9833 حالة وفاة. فجهة الدار البيضاء استطاعت سجلات 1799 حالة و11 وفاة مقسمة كالتالي: الدار البيضاء 1421 حالة و10 وفيات، الجديدة 93 حالة، بينما النواصر 83 حالة، كذلك المحمدية 81 حالة، مديونة 37 حالة، سيدي بنور 34 حالة، سطات 22 حالة، برشيد 13 حالة وحالة وفاة واحدة، بينما بن سليمان 9 الحالات. متابعينا الكرام، فكنطلبوا من العلي القدير أن نرفع هذا الوباء وهذا البلاء ونرجعوا آمنين مطمئنين يا ربي، ترجع المياه للمجاري ديالها. كنطلبوا من المغاربة كاملين أخذ الحيطة والحذر، فهذا الفيروس هو خطير ومازال غادي كيقصد في الأرواح. متابعينا الكرام، فكنطلبوا من العلي القدير أن نرفع الوباء وهذا البلاء ونرجعوا آمنين مطمئنين يا ربي، وترجع المياه للمجاري ديالها. هادشي اللي كنتمناو متابعينا الكرام.
فكنتمنوا من الكل انهم يرتادوا الكمامه ديالهم، كذلك متابعينا الكرام انهم يحترموا قواعد السلامه والنظافه الصحيه، وكلنا نخرطوا في التدابير الاحترازيه متابعين. اذا كنتم معنا في بث مباشر مباشره من مدينه بن سليمان.